خلونا دلوقتي بقى نتكلم على احنا طبعا قبل البريك يعني ايفنت مانجمنت، واتكلمنا على انواع الايفنت وحجم الايفنت او اختلاف من شكل من ناحيه الحجم يعني، وليه احنا بنستخدم اصلا البيزنس ايفنت والامباكت بتاعها على الماركتنج يعني. دلوقتي هنتكلم على الايفنت مانجمنت فيزز. طيب خلونا نقول بزنس فاكت كده عن الايفنتس، ان الايفنت اندستري جرو باي 44% فروم 2010 ل 2020، دي اكسيد الجروس برودكشنز لاي اذر اندستري. فهي الحجم فعلا الاندستري بتاع الايفنت بيتضخم بشكل كبير جدا، وستيل حتى لما حصلت الازمه بتاعت كورونا هو اشتغل بشكل اقوى بس اونلاين مش اكتر، بس الايفنتس نفسها ما وقفتش خالص. وفكره ان هم يبدا الناس كلها تتعامل مع الايفنتس بشكل ان هي اللي بتحقق لي الاوبجكتيف الاساسي في المنتج بتاعه او في البراند بتاعه كانت شغاله برضو بشكل قوي زي ما هي. يمكن بس فكره كورونا كلها ان هي وجهت الناس اكتر ان لازم او في اتجاه كويس او احسن، كمان مش احسن قوي يعني، بس طبعا مفيد بشكل برضو كويس قوي، اللي هو الاونلاين او افوردبل مش مكلف قوي اسهل في تنفيذه شويه، اللي هو زي ما قلنا الاونلاين ايفنت. طيب خلونا نتكلم على الايفنت مانجمنت فيزز. احنا هنا لازم نعدي على فيزز معينه عشان نقول ان احنا عملنا للناس ايفنت قوي، which is ان احنا من دايما بيبقى اسمه اكسبيرينس. الناس خاضت معايا تجربه معينه، انا اديت لهم اكسبيرينس. وبمناسبه كلمه اكسبيرينس دي تخليني يعني اقول لكم هنت كده قد ايه ان احنا مهم قوي في مجال الايفنتس ان الناس تبقى فاهمه اتس اول اباوت بيبل. يعني احنا بنعمل الايفنت ده في الاول وفي الاخر عشان الناس. الاوبجيكتيف الاساسي دايما وات ايفر اختلاف الجولز او الاوبجكتيفز اللي عندي، الاساسي هو دايما الناس. فلو جينا قلنا ان احنا هنا بنتكلم على فكره اكسبيرينس وازاي ان احنا نقدر او يهمنا واحنا بنعمل ايفنتس ان احنا نوصل للناس تجربه معينه تفضل جواهم فاكرينها. انا مثلا في وقت من الاوقات حضرت ايفنت لطيف كده، كان شفته بالصدفه على الفيسبوك، كان بيتكلم على ان هو ناس بتعلم الاسباني، فقلت ايش طبعا يعني حابب اتفرج على او اشوف فكره الاسباني ده واتعلمه وافهم البدايه بتاعته عامله ازاي، ادخل في لانجوج جديده يعني. فقلت شكله ايفنت لطيف يعني. فرحت الايفنت فلقيت ان اغلب الاتنديز اللي هناك هم من الكليات، يعني شباب من الكليه. تمام ما فيش مشكله خالص، وقعدنا والناس قعدت تشرح حاجه لطيفه كده في الاسباني وشكل انجيجمنت لطيف يعني، بس الموضوع بشكل سريع جدا زي كروتنا يعني معنى صح. وفي نفس الوقت هو شويه ارقام على شويه مش عارف انا اسمي ايه واشتغل ايه وكده. وبقيه الايفنت كله هو كانت مركب، فقعدوا بقى يشغلوا اغاني ويرقصوا عليها والناس كانت مبسوطه جدا والدنيا كانت زي الفل. انا بالنسبه لي ايه الجو ده، انا مش رايح عشان كده خالص. فاستنيت لغايه ما المركب جت على، ودي كانت من اسوء الحاجات يعني، لان لو كان طبعا ده في مكان كنت زماني خدت بعض ومشيت يعني، بس هو كنت مش عارف اتحرك من مكاني. فبعد ما الايفنت خلص او في نهايته يعني، انا رحت للمنظمين قلت لهم في واحد اثنين ثلاثه في مشكله عندكم، بس انتوا ما فشلتوش بس ستيل في مشكله. ازاي بقى؟ بالنسبه له هو التارجت اودينس اللي هو اشتغل عليه which is الماجوريتي يعني التارجت اودينس اللي كان موجود، الناس ساتسفايد بشكل فظيع، فبالتالي هو نجح الايفنت بالنسبه له نجح، الناس طالعه مبسوطه وحابه المكان، ولو قال بكره في ايفنت تاني الناس دي كلها هتروح تاني. في حين ان الاوبجكتيف الاساسي ان هو اصلا كان هيعلم الناس اسباني، لا هو الاوبجكتيف ده ما اتحققش بشكل قوي. فبالتالي انا واحد من الناس القليلين اللي كان الاكسبيرينس بالنسبه لي كانت وحشه، ولو هم قالوا هيعملوا ايفنت تاني انا مش هروح وهشيل الصفحه دي من عندي اصلا. بس قدام ذلك كان اغلب الناس اللي عنده ساتسفايد، فبالتالي الاكسبيرينس بتاعه كانت ناجحه. فخلينا من التجربه ديت او من الفكره الموضوع اللي انا حكيته لكم ده نفكر كويس قوي، نهتم قوي بفكره احنا عايزين نوصل للناس ايه من البدايه، وفي نفس الوقت هنقدر بعد ما نخلص الاكسبيرينس دي هتفضل عند الناس بوزيتيف ولا نيجاتيف. لازم تفرق معايا قوي النقطه دي، ولازم اعرف انا عامل ده اصلا من الاساس ليه. خلينا نوضح الكلام ده بشكل اكتر لما نشرح الفيزز اللي احنا المفروض نمشي عليها واحنا بنعمل ايفنت مانجمنت او مانجمنت للايفنتس. اول حاجه واهم حاجه هي الريسيرش. في البدايه خالص احنا اصلا عندنا فكره، سواء احنا الفكره طالعين منها طالعه من عندنا احنا يعني، او ان الفكره نفسها جايه من كلاينت في حد معين. انا بشتغل ايفنتس كشركه مثلا او كمجموعه من الناس بنشتغل ايفنتس للكوربريت شركات يعني، فبالتالي هو جاي لي الفكره بيقول لي انا عايز اعمل الايفنت الفلاني، عايز مثلا خلينا نقرب الموضوع اكتر بما ان معظمنا شباب، احنا بنتكلم في ان احنا بنعمل ايفنت او اكتيفيتي جوه الجامعه يعني او الكليه. فبالتالي احنا عندنا فكره معينه عايزين نطلع منها، عايزين نوصل للناس مثلا نشرح لهم حاجه معينه او نفهمهم مثلا ان الستودنت اكتيفيتي حاجه كويسه لازم الناس كلها تشارك عاملينها مثلا للطلبه الكليه كلهم او كده يعني.
فبالتالي احنا محتاجين في الاول خالص نفكر ازاي اصلا هنوصل. احنا عندي اوبجكتيف او عندي فكره معينه، ازاي هقدر اوصل بالفكره دي للتحقيق ان انا احققها يعني او انفذها بمعنى صح. افكار بقى مثلا الناس عملت كده قبل كده، مثلا بسيرش هم عملوا كده ازاي، بشوف اكسبيرينسز من ناس اوريدي اشتغلت في الموضوع ده قبل كده، بشوف افكار اصلا تقدر تديني ازاي اقنع الناس دي بالحاجه دي مثلا او اخليهم يجوا او كل ده انا لسه ما دخلتش اصلا في التنفيذ او في تفكير البلاننج اصلا. انا كل ده بطلع افكار ازاي اخلي الايفنت بتاعي في احسن شكل ليه، او ان انا افهم مثلا لو في كلاينت معين جاي بيكلمني في حاجه افهم كل حاجه اصلا عنه، اعمل ريسيرش كويس قوي عن الكلاينت ده وهو ليه واشتغل امتى واشتغل ليه واصلا بيخدم الناس في ايه وهكذا. وفي نفس الوقت برضو من المفضل ان انا ابدا اعمل ايه ريسيرش على في الوقت الحالي ايه النيو تكنيكس اللي شغاله في الايفنتس، ايه اللي اشتغلنا مثلا على طول معينه اونلاين بتسهل لي الدنيا بشكل قوي، تيكتنج سيستم مثلا عشان اقدر الناس لو هو الايفنت بتاعي بفلوس اسهل عليا فكره ان هم يشتغلوا او يدفعوا لي الحاجه. الكلام ده مهم قوي ان انا اعمله في البدايه لان هيسهل عليا قوي وانا شغلت البلاننج لو انا اوريدي عندي النيو تكنيكس دي من البدايه. في اي حاجه مش واضحه في الفيز الاولانيه؟ نكمل؟ اوكي. طيب الفيز الثانيه which is الناس بتتجاهلها تماما، ودي يعني ليها وقع كبير جدا على او تسهيل اكتر في الامبلمنتيشن والبلاننج، اللي هو ديزايننج للايفنت. والمقصود هنا مش ديزايننج اللي هو الجرافيك ديزاين يعني انا هعمل الارت ورك بتاع الايفنت، لا احنا هنا بنتكلم ان احنا هنصمم الايفنت نفسه قبل ما نفكر احنا ازاي نعمله. هنصممه هو ايه اصلا، ايه الايفنت ده واحنا بنعمله ليه وعايزين منه ايه. فاول حاجه بنخبط فيها خالص او اهم حاجه يعني في حته الديزاين دي هي الايفنت بيربس او المين جول. احنا ليه اصلا عايزين نعمل الايفنت ده؟ عايزين نساعد الناس يوصلها فكره معينه مثلا. يعني في عرب في الصامت انا بالنسبه لي كان اهم حاجه ان انا ابدا انشر فكره عند الناس ان في حاجه اسمها افيليت ماركتنج. بالظبط كده يعني انا بديزاين الكونسبت بتاع الايفنت او الفكره بتاعت الايفنت. فانا عندي في عرب في الصامت انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اوصل للناس فكره الافيليت. ايه الافيليت ماركتنج؟ ايه الجزئيه الحاجه الجديده اللي اسمها افيليت ماركتنج تحت الديجيتال ماركتنج؟ فده كان المين بروبس. بينزل تحتيه بقى حاجات كتير بس اهم حاجه انا عايز اعمل الايفنت ده ليه. فده الايفنت بروبس. بعد كده بطلع من البروبس ده بشويه جولز، والجولز دول بيطلعوا منهم اوبجكتيفز. يعني ايه جول ويعني ايه اوبجكتيف وايه الفرق ما بينهم؟ هنا لما بتكلم على فكره جول انا بحط البروبس ده باجي في الاخر اقسمه 6 7 5 بالكتير جولز. لما الايفنت ده يخلص انا محتاج احقق سوري محتاج احقق 1 2 3 4 5 دي جولز. الناس تكون فاهمه الموضوع ده. عندي جول مثلا ان يكون في اكثر من 50% من الناس اللي حضرت تشتغل في المجال ده. عندي جول ان مثلا يكون عندي 15 شركه شاركوا في المعرض بتاع الايفنت ده وقدروا ان هم يوصلوا لاكثر عدد من الناس. جولز خمسه او سته جولز وات ايفر 10 جولز، بس جولز محدده انا في الاخر هقيس عليهم مدى نجاح الايفنت. طب ايه بقى الاوبجكتيف؟ الاوبجكتيف ان انا بمسك جول جول ببدا عشان احقق الجول ده محتاج اعمل 1 2 3 4 اعمل، مش احقق بقى اعمل اكت انفذ. انا مثلا دلوقتي بقول ان انا عايز اكتر من 50% من الناس اللي حضرت تكون اشتغلت مثلا او وصل لها الفكره فتكون حابه ان هي تشتغل في المجال ده. فايه بقى الاوبجكتيف اللي انا هعمله؟ ايه مثلا محتاج ان انا اوصله ليهم؟ ايه الاكتس اللي انا محتاج اعملها مثلا وزين الايفنت عشان اقنعهم وهكذا. دي اوبجكتيف تبقى شورت تيرم 1 2 3 10 50 30 100 وات ايفر. كل جول عشان يتحقق اللي هو لونج تيرم اللي هو بطول الايفنت عشان في اخر الايفنت يتحقق في النص انا محتاج احقق كام اوبجكتيف، وتش از الجول نفسه ممكن يوصل جواه ال 10 اوبجكتيفز. فاحنا هنا بنتكلم مني على الايفنت نفسه ليه مين بيربس وليه بعض الجولز اللي بتتقسم في الاخر لاوبجكتيفز عشان اقدر احقق الجولز دي. الحته دي مفهومه؟ في اي مشكله؟ في حد مش فاهمها اعيدها؟ تمام؟ انا شايفه ان هي تمام. تمام اوكي. نيجي بعد كده احنا خلاص عندنا البيربس والجول والاوبجكتيفز او الجولز والاوبجكتيفز. نبدا نفكر بقى او نظبط الايفنت نفسه نحط له شويه داتا. زي ايه؟ ان احنا بنتكلم بنبدا نتكلم على الايفنت كونسبت. احنا محتاجين نتارجت كام شخص؟ المكان المفروض يبقى متواجد within انهي اريا؟ يعني القاهره؟ لا ده انا هنزل ناحيه شرم الشيخ مثلا. لا ده انا محتاج اطلع بره مصر اصلا. شكل الفينيو نفسه عامل ازاي؟ ايه الماركتنج اكتيفيتيز اللي انا محتاج ان انا اخدمها او محتاج ان انا استخدمها؟ خلينا نقول ماركتنج تولز دلوقتي. فلو بنتكلم على الايفنت نفسه بنفصصه كده بشكل عملي بشكل ارقام بشكل داتا انا محتاج اعمل فيه ايه، فده الايفنت كونسبت. على النقيض مش نقيض قوي بس بيكملوا الناحيه الثانيه الايفنت ثيم. ايه بقى الايفنت ثيم؟
برضه هو شكل الايفنت، بس من الناحيه الفنيه، من الناحيه الشكليه، المنظر لعينيا للاكسبيرينس اللي انا، هو المفروض مش لعينيا بس، انا هنا بتكلم على السنسز كلها، الحواسي كلها، لان انا عايز ادخل الاتندي جوه اكسبيرينس كامله. فلو انا هنا بفكر فكره الايفنت سين زي بالظبط كده، لما اجي اقول مثلا ايه، احنا هنعمل يعني اجتماع للشركه مثلا، وهيبقى الثيم بتاعه سبعيناتي مثلا، زي ما مثلا بنتكلم فيه في فكره سين. فايه سبعيناتي هنا؟ انا بتكلم هنا بالشكل نفسه اللي عامل الديكور اللي انا هعمله، ديكور سبعيناتي. ممكن اجيب للناس لبس يلبسوه عشان يبقى ملائم للموضوع، هيبقى شكل سبعيناتي. فهنا بتكلم من ناحيه الناحيه الحسيه للايفنت، بدرجها تحت كلمه ايفنت ثيم، بغض النظر عن مين بقى، كام واحد جاي، او انا هعمل المكان ده في مكان واسع، في مكان ضيق، في مكان اوبن اريا، في هوتيل، وات ايفر، ايه شكل الفينيو، كل ده في الايفنت كونسبت. هنا انا بفكر من ناحيه الشكل في الايفنت ثيم. فهمنا الفكرتين دول، او فهمنا الفرق ما بين الايفنت كونسبت والايفنت ثيم. لو في حد عنده اي سؤال ممكن يبعته لي على الشات. وفي الاخر بعد ما اعمل القصص دي كلها، بعمل حاجه اسمها فيزابيلتي ستادي، ببدا اعمل زي راننج كده للايفنت على الورق، وابدا اشوف السترانسز بتاعته. لو حد فاميليير بالفكره بتاعت مثلا سوت اناليسيز، اللي هو ايه السترانسز وايه الويكنسز وهكذا، ايه الحاجات اللي ممكن تخليه ينجح، ايه الحاجات اللي ممكن تخليه ما ينجحش. ابدا اشوف الوقت او التاريخ اللي انا اخترته مثلا، هل ده مناسب؟ هل لو انا مثلا هعمل ايفنت اوبن اريا، فاجي اعمله مثلا في شهر 10، طب ما شهر 10 احتمال يبقى فيه امطار، فلازم اخد بالي من النقطه دي كويس، ان انا اوبن اريا وفي نفس الوقت في احتمال الجو ما يبقاش لطيف، فده هيسبب مشكله بالنسبه لي ولا لا. كل ده انا بعمله في الاول خالص عشان ما اجيش في النص اعطل على مشكله او اعطل على حاجه انا اوريدي اتفقت عليها. ممكن اكون اتفقت مع الفينيو مثلا خلاص، وفي الاخر طلع ان في مشكله هتواجهني، مثلا ان اليوم ده تحديدا اجازه بشكل ما، هيبقى في مشكله في حاجه معينه، هيبقى في مشكله في ترافيك. كل الكلام ده لازم افكر فيه في البدايه وانا بديزاين الايفنت اصلا، عشان اضمن ان انا ماشي في تراك صح جدا، ما فيش اي مشكله خالص. كل ده في الفيزابيلتي ستادي اللي هي موجوده في الفيزي الثانيه اللي تبع الديزاين. طيب عملنا الريسيرش بتاعنا كويس، وفهمنا الفكره، وفهمنا كل حاجه، دخلنا في الفيزي بتاعت الديزاين، وظبطنا كل البيربس والجولز والاوبجكتيفز عندنا والكونسبت والثيم، وعملنا راننج للفيزابيلتي ستادي جوه او على الورق. خلاص كل حاجه كده بالنسبه لنا جاهزه، نبدا بقى نقعد مع بعض كده كتيم لطيف كلنا ونظبط الاستراتيجي. وهنا لما كانت منا اي ثينك سالت على البلاننج، هنا احنا بنتكلم في الجزئيه بتاعت ازاي بقى هنخطط الايفنت. فاول حاجه احنا بنعملها استراتيجي، هنمشي بقى من احنا دلوقتي النهارده مثلا 18 9 وعندنا الايفنت في شهر 12، فانا عندي مثلا حوالي 3 شهور، فالثلاث شهور دول هيحصل فيهم ايه؟ ومين هيكلم مين؟ ومين التيم بقى نفسه بتاع الايفنت؟ مين هيبقى مسؤول عن كذا؟ ومين هيبقى مسؤول عن كذا؟ ومين الايفنت مانجر؟ مين الليدر اللي ماسك الموضوع ده؟ هنظبط القصه دي ازاي؟ هنكلم الاشخاص الفلانيين اللي هم هيجيبوا لنا الحاجات اللي احنا محتاجينها وهكذا. كل ده جوه استراتيجي. اما اجي اظبطها واعملها على ورق يعني ككلام كروكي كده، باجي بعد كده المفروض ان انا بحولها في الاخر لاكشن بلان. اكشن بلان يعني ايه؟ يعني ان انا بحدد الاوبجكتيفز بتاعتي واحد واحد، وبحدد مين المسؤول عنه، ومين اللي هيساعده فيه، ومين المفروض هيتواصل معاه لو حد اكسترنال، وفي نفس الوقت الحاجه دي هتحصل المفروض تبقى امتى وتخلص امتى، وايه الاوبجكتيف الثاني او التاسك الثانيه اللي معتمد عليها، لان في تاسك معتمد على تاسك، يعني في تاسك ثانيه دي مثلا مش هتنفع نبدا فيها غير لما التاسك الاولانيه تخلص، فدي حاجه اسمها ديبندنسي وهكذا. كل ده بيتحط في تايم لاين اللي هو امتى بالظبط هيبدا وامتى هيخلص، عشان انا عندي ديدلاين محدد وقت الايفنت، كل حاجه المفروض خلصانه، ويتش از الايفنت نفسه، ويتش از برده في تايم لاين او اكشن بلان اللي بعد الايفنت كمان. برضه من ضمن الحاجات اللي هبقى مهتم بيها فكره الاجنده، يعني اصلا ايه بقى الكونتنت هيبقى ماشي ازاي؟ هنشرح ايه وهنتكلم في ايه؟ وهنا في اكتيفيتي، وهنا في بريك، وهنا في لانش بريك. طب الموضوع ده يومين، ثلاث ايام، كل يوم هيبدا الساعه كام ويخلص الساعه كام؟ كل ده في الاجنده، بلس طبعا الاتنديز، مين اصلا الناس المفروض تحضر الايفنت سوري الايفنت بتاعي ده؟ الناس اللي محتاجين ان انا اتواصل معاهم عشان هم هيبقوا انترستد في الايفنت بتاعي، سواء بقى هم اتنديز هيتنقل لهم معلومات معينه او داتا معينه، سواء هم السبيكرز اللي هيتكلموا دول برضو بالنسبه لي هم اتنديز، الناس اللي هتتكلم او هتبدا تقول للحضور حاجات معينه. لو عندي في اي بيز معينين مثلا، وزراء مثلا، سفراء في حتت معينه، على حسب شكل الايفنت اللي انا بتعامل معاه، كل ده بيندرج تحت قائمه ان مين الاتنديز وازاي هقدر اتواصل معاهم وهقنعهم وهجيبهم واوديهم. ستيل برضو عندي الفكره بتاعت الفينيوز والسيرفيسز، اللي هو ايه الفينيو؟ الفينيو لو حد مش فاهم بكلمه فينيو، هي المكان اللي احنا هنعمل فيه الايفنت، وات ايفر شكل المكان ده ايه، يعني ان شاء الله يكون هنعمل الايفنت ده في حديقه في الشارع، هي في الاخر هو فينيو، المكان اللي احنا هنقوم عليه او هنستخدمه عشان نقوم عليه الايفنت. فالفينيو ده نفسه بقى ايه الريكومنديشن او ايه
اسبيكتس اللي احنا محتاجها تبقى متوفره جوه الفينيو ده عشان اقدر اقول ان هو مناسب ليا. هيستحمل العدد مثلا اللي انا اتكلمت عليه قبل كده في الاستراتيجي والاتنتيز، الاتنتيز سوري، ملائم في سيرفيسز اللي انا محتاجها، في مثلا انا اوريدي في هوتيل فاوريدي هقدر اخد منهم اي حاجه ليها علاقه بالاكل، لكن لو انا مثلا بعمل حاجه في اوبن اريا مثلا بحب انا اللي محتاج اوفر كيترينج، ده كيترينج اللي هو كل ما له علاقه بالاكل والشرب. فلازم برضو احدد كل الحاجات ديت. وبرضو من ضمنها زي ما اتفقنا طبعا او الاساسيين هو فكره التيم اللي هيشتغل على الايفنت ده، سواء التيم اللي في البلاننج فيز او التيم اللي هيعمل امبلمنتيشن او التيم اللي هيرن الايفنت نفسه وقت الايفنت ما يكون حاصل، بلس الستيك هولدرز which is الناس اللي انا، هو طبعا كلمه ستيك هولدرز في الغالب بتبقى بتتكلم دايما على كل ما له علاقه بالايفنت، كل الاشخاص اللي لهم علاقه بالايفنت يعني، بس هنا انا بخصص بيها فكره ان الناس اللي انا هاخد منهم سيرفيسز اللي هم هيدوني الاكسترنال سيرفيس اللي انا محتاجها، زي مثلا حد يجيب لي ساوند سيستم او فوتوغرافر او فيديوغرافر هيجي يصور، او ان حد هيجي يعمل انا معرض مثلا عايز اعمل معرض فبالتالي هيجي يبني البوثز اللي هتبقى في المعرض، شركه محدده مثلا معينه المفروض ان انا اتعامل معاها عشان تعمل كده، وهكذا كل ما انا محتاجه عشان بس الحمد لله كمان يعني انا ما زعقتش كتير اصلا، انا امبارح كان صوتي رايح خالص ده كده كويس ماشي اوكي. طب احنا ممكن محمد نعمل ميوت؟ ايوه شكرا، فكرته بيقول حاجه والله عشان كده ركزت معاه بس مش اكتر. اوكي فاحنا هنا نتكلم في البلاننج فيز، هناخد لها وقت محدد على حسب حجم الايفنت اللي احنا بنتكلم فيه. انا اوريدي مثلا عربي في الاستاد ده كنت بعمله كل سنه، فكان بياخد مثلا مني بلاننج فيز ده اكتر من شهر عشان اقدر اعمل بلاننج صحيح، لان انا اوريدي كنت بتست حاجات وبشوف حاجات قبل كده يعني تاخد مني وقت كبير. وعايز اقول لكم ان الاكشن بلان بتاعت الايفنت ده مثلا كان ممكن كميه تاسكس فيها بتتعدى ال 200 تاسك، بعيدا عن مين الناس اللي المفروض تعمل الحاجه دي، بس كان اوريدي في اكتر من 200 تاسك المفروض شغاله في الايفنت ده. فدي كده احنا خلصنا فكره البلاننج فيز. بنيجي في وقت معين بيزد على الاكشن بلان او التايم لاين اللي احنا اشتغلنا عليه، بندخل في الفيز الرابعه اللي هي الامبلمنتيشن. نبدا بقى ناكت بقى، احنا قلنا دلوقتي عندنا فينيو بالمواصفات الفلانيه، طب يلا يا حد ايه بقى ننزل شوف فينيو 1 2 3 4 5 بنسجست الفينيو، نبدا بقى نعمل سايت فيزيت، نبدا نشوف كل واحد بيماتش كرايتيريا اللي احنا حاطينها عشان نقول ان الايفنت ده او الفينيو ده هو المناسب ولا لا، بيز طبعا كمان على من ضمن الكرايتيريا اللي بنحطها طبعا البادجت اللي احنا محددينها اوريدي للايفنت ده، هل هي ده غالي ده رخيص، ده هيوفر لنا لانش بريك كوفي بريكس اثنين كوفي بريكس، طب ده كويس ده احسن، طب المكان بتاعه هيستوعب الناس وهي قاعدين مرتاحين ولا لا. المفروض ان في من ضمن الكونسبتس يعني اللي احنا مهمه في الايفنتس يعني بس مش كتير بياخدوا بالهم منها، طبيعي ان انا لما اجي اختار اي مكان انا بدي لكل شخص المفروض يحضر 1 متر سكوير، يعني انا بحسب له متر مربع مساحه كده عشان الناس دي تبقى قاعده مرتاحه. يعني انا بتكلم مثلا في 500 واحد الايفنت بتاعي، فانا بتكلم في فينيو لا يقل عن 500 متر مربع. مش بالظبط الموضوع بيحصل قوي لان اكيد في حاجات ثانيه عوامل ثانيه يعني بتفرق معانا وبتدخل في الموضوع بتخلينا نتحكم بشكل مختلف شويه في النقطه ديت يعني، بس دي من ضمن الحاجات المهمه اللي المفروض احنا كايفنت مانجرز لازم نكون عارفينها. فهنا بقى احنا بنبدا نحط الاوبريشنز او الاوبريشن استراتيجي، هننفذ ازاي الفتره ديت، هنتكلم في الفينيوز الفتره دي هيبدا او مثلا التيم ده هيبدا يتكلم الستيك هولدرز او اللي هم سيرفيس بروفايدرز يعني اللي انا محتاجهم عشان يبدا يشوف اكتر من الشركه ويبدا يشوف البروبوزلز ويبدا يقيم مين هنروح معاه او اكتر شركه مناسبه اللي احنا نقدر نروح معاها وهكذا. احنا نحط استراتيجي للاوبريشن مش استراتيجي بتاعت الايفنت، which is ان هي استراتيجي اصغر من المين استراتيجي بتاعت الايفنت نفسه يعني، عشان نبدا ننفذ بناء عليه، which is ان احنا بقى ساعتها بنبدا نكسكيوت كل اللوجيستكس اللي ليها علاقه بالايفنتس من زيارات للفينيوز، من ان احنا نشوف الاماكن اللي احنا عايزينها، الشركات اللي احنا عايزين نتعامل معاها، من لو كيترنج انا هجيبه اكسترنال فانا هبدا اشوف النقطه دي هتتوفر ازاي، من الاتنديز نفسهم هبدا اتواصل معاهم ازاي وابعت لهم او اعرفهم عن الايفنت ازاي، لو في تكنيك سيستم هيبداوا يتعاملوا معاه ازاي، لو في في اي بيز زي ما قلنا سبيكرز مثلا او ناس مهمه معينين او ناس جايه من بره مصر، وستشز دي كانت من اكتر الحاجات اللي كانت مرهقه جدا مثلا بالنسبه لي في عرب في الصامت، ان كان عندي عدد كبير من الناس بنتارجتهم بره مصر وكانت ناس في اي بي، فانا كنت بحجز لهم الطيران وكنت بحجز لهم الاقامه بتاعتهم هنا وبحجز لهم الدي تور بتاعهم لو ما فرقهمش حاجه يعملوها جوه الايفنت، المفروض هيروحوا فين ويخرجوا فين ويتفسحوا فين، فكانت دي لوحدها اصلا كان ايفنت لوحده اصلا التعامل مع الناس دي بس الفي اي بي بس. وزي ما قلنا فكره الفينيو مانجمنت ازاي بقى ان انا هبدا اصلا كمان بعد ما اوريدي اختار الايفنت واقول ان الايفنت فينيو واقول ان هو ده المناسب ليا وده اللي انا هتعامل معاه وابدا ديبوزيت الفينيو ده نفسه
وخلاص انا اتفقت عليه، ابدا اشوف بقى مانج البين ده ازاي، هبدا اظبطه، هبدا اقول انا محتاج هنا كذا وهنا كذا، الدنيا هتمشي هنا ازاي، محتاج هظبط قبلها بثلاث اربع ايام مثلا، حد هيجي يبني حاجه، هيبني بوسز لو انا هعمل معرض او كده. فده كله بيندرج تحت استراتيجي برضو مختلفه شويه صغيره اسمها الفينيو مانجمنت. بلس طبعا ان انا ابدا اشوف انا محتاج بقى في الايفنت نفسه قد ايه من التيم بتاعي، بيزد على حجم الايفنت، على عدد الناس اللي هتحضر، على كميه التاسكس اللي انا محتاجها تخلص، او الفلو بتاع الايفنت نفسه ماشي ازاي. فببدا اشوف مين التيم ده، وببدا هاير التيم، وببدا اشوف كل واحد بيزد على السكيلز اللي عنده مناسب لاكتر مكان ليه ايه وهكذا، عشان اقدر اعمل مانجنج صح للايفنت تيم بتاعي. ودي بتكون مرحله الامبلمنتيشن، which is اللي هي بتكمل معايا within الايفنت وبعد الايفنت كمان. يعني انا اوريدي عندي بعد الايفنت فكره او قصه ثانيه خالص، which is ان انا مثلا كفينيو انا بظبط الدنيا، فينيو وقت الدنيا، والشركه اللي هي مثلا جيت عملت حاجات او بنت حاجات بتيجي تاخد القصص دي كلها وتهدها وتاخدها وتمشي، بخلص بقفل الدنيا مع الفي مانجمنت نفسه. زي ما قلنا لو انا عندي في اي بيز المفروض ان انا مظبط لهم المكان والاقامه والسفر، فبرضه لسه هكمل معاهم وهشوف هم هيقعدوا قد ايه بعد الايفنت وهيسافروا ازاي، او انا اللي برضه هبقى مسؤول عن موضوع سفرهم. كل ده داخل جوه الايفنت امبلمنتيشن او الاكسكيوشن، او اللي زي ما بنقول الايفنت اوبريشن. في اي حته مش واضحه في الجزئيه ديت؟ حد محتاج اي سؤال؟ قوله تمام. اوكي، نيجي على الفيز الاخيره بعد ما خلاص خلصنا الايفنت، عملناه، الدنيا مشيت تمام ان شاء الله يعني، وخلصنا جزئيه الاوبريشن اللي بعد الايفنت. ببدا يهمني قوي ان انا اكون عامل حاجه اسمها ايفنت ايفالويشن. ابدا بقى اقيم الايفنت نفسه واقيس مدى نجاحه. بيزد على ايه؟ حد عارف بيزد على ايه؟ انا مش هكمل لما حد يجاوب عليا بيزد على ايه. مش عارف انتوا مش مركزين ولا فاهمين كويس قوي، اللهم بارك، ولا انا بشرح كويس ولا ايه؟ برافو. الجولز بيزد على الجولز. لا هو يس، انا باخد بالي من اراء اللي حضروا، which is ده اللي انا بعمله كفيدباك، لكن انا قصدي بيزد على الاهداف اللي انا حطيتها من الاول خالص، اللي انا قلت هقيس عليها مدى نجاحي ايه. ده هجمعه ازاي او هعرفه ازاي؟ عن طريق الفيدباك بتاع الناس، which is زي ما قلنا هما كانوا ساتيسفايد، انا خدت فيدباك خلاص طالع زي الفل، مفيش اي مشكله فيه. بس في نفس الوقت انا كده كده يعني الجول الاساسي اتس اول اباوت بيبل وكل حاجه، بس انا عندي ثلاث اربع جولز ثانيين مختلفين شويه، او يعني ما لهمش علاقه بالبيبل نفسهم يعني. فبالتالي انا لازم اشوفهم واشوف الجولز دي فعلا اتحققت واتحققت بنسبه كام، عشان اقدر اقول انا حققت نجاح في الايفنت ده بنسبه قد ايه. طبعا مفيش حاجه اسمها ايفنت هينجح بنسبه 100%، عشان نبقى متفقين الموضوع ده من الاول. كل ايفنت هيبقى فيه يعني اغلبيه الايفنت بتنجح مفيش اي مشكله فيها، المشاكل بتبقى بنسبه كبيره قليله جدا، واغلب المشاكل اصلا بتبقى زي ما بنقول في المطبخ يعني في اللوجيستيك اريا، ما تبقاش واضحه الى حد ما للاتنديز، بس دايما بيبقى فيه مشاكل في ورا المسرح يعني بمعنى صح. فبالتالي لازم نتقبل دايما فكره ان المشاكل موجوده. احنا هنا مش بنتكلم على فكره ان احنا لا احنا هنعمل ايفنت نجح ومش هيبقى فيه مشاكل ان شاء الله، لا هو كده كده فيه مشاكل، وات ايفر في انجيجمنت في انتر اكشن بيحصل لازم يبقى فيه مشاكل. بس انا مهمتي ان انا دايما في البلاننج فيز اوصل لحاجه او اشتغل على حاجه اسمها ريسك مانجمنت استراتيجي تبدا تقلل لي، او ابدا انتسيبيت او اتوقع يعني المشاكل اللي ممكن تحصل في الايفنت ده ايه، وابدا احط استراتيجي لو المشكله دي حصلت هعمل 1 2 3، واللي هيبقى مسؤول عنها 1 2 3، ودي لو حصلت هعمل 1 2 3 وهكذا. بالتالي انا ساعتها مش هبانك، مش هتخض، مش هيطلع لي مشكله كده مفيش فمش عارف هبقى عامل فيها ازاي، لا هبقى اوريدي محضر استراتيجي والناس فاهمه وعاملهم تريننج كويس قوي على الحاجات ديت، عشان لو حصلت احنا هنعمل معاها ايه او هنكتب معاها ازاي. يبقى انا في الاخر بعمل سكسس ميجرمنتس زي ما قلنا عن طريق الفيدباك بيزد على الجولز اللي انا حطيتها في الاول خالص، وفي الاخر بيبقى عندي ريبورت. الريبورت ده بيبقى مهم جدا حتى لو انا مش بعمل الحاجه ديت للكلاينت، لان بيفرق معايا قوي في الاخر لو انا هعمل نفس الايفنت ده تاني، برجع للريبورت ده واشوف ايه اللي انا مريت بيه في الايفنت الاولاني عشان اتخطاه لو في اي مشاكل في الايفنت التاني. وكده احنا كنا اتكلمنا على الفيزز، الخمسه فيزز الاساسيين بتوع الايفنت مانجمنت. حد عنده اي سؤال قبل ما ندخل على السلايد بعديها؟ تمام جدا يعني. تمام جدا يعني، شكرا جزيلا. اوكي، نيجي ندي بيزد على واحنا دماغنا كده حاضره ومستحضره كده فكره الايفنت مانجمنت فيزز والكلام ده، وازاي خططنا وازاي ظبطنا، نقول شويه تيبس كده لطيفه تخدمنا اكتر في الايفنت مانجمنت. اول حاجه فكره الداتا كولكشن. طبعا احنا كلنا خلاص ما اظنش مفيش حد عارف ان احنا دلوقتي في عصر الداتا، وان الداتا دي اهم حاجه في الوجود، وده كل يعني الفيوتشر اوف بزنس قايم على الداتا.
فانا اصلا الايفنتس بالنسبه لي هي اكبر منجم داتا اصلا. الناس اللي بتجي لي دي كلها انا قدرت اجمع كميه داتا رهيبه عندهم، وممكن اعمل سيرفيز او كويشنيرز كتيره جدا وذين الايفنت اقدر اجمع كميه داتا رهيبه. واصلا اصلا من غير ما اجمع حاجه انا اوريدي ممكن بيزد على البيهيفير بتاعهم. يعني انا لو قلنا الفيسبوك اصلا which is انه اكتر حد بيجمع، او جوجل مثلا بيجمعوا داتا عن اليوزرز او الاونلاين يوزرز يعني بيزد على البيهيفير، لا ده الناس دي بقى عندي كمان، هي مش اونلاين ده اوريدي قدامي، فانا اقدر اشوف الناس دي بتبيهيف ازاي، كم واحد مثلا لو عندي سيشنز مختلفه جوه الايفنت نفسه، مثلا سيشن بتتكلم على السيلز، سيشن بتتكلم على البروجكت مانجمنت، سيشن بتتكلم على ديجيتال ماركتنج، فهقدر اشوف مين هنا ومين هنا، كم واحد انترستد هنا وكم واحد انترستد هنا. فقدرت ثرو الايفنت انا اجمع اكبر كميه ديتا انا ممكن اتخيلها وممكن تفيدني بعد كده. ومش بتكلم هنا على فكره ان انا تفيدني عشان انا ابيعها يعني واستنى فلوس، مش ده المقصود خالص. طبعا مش كميه الداتا مهما كان الايفنت اللي انا عامله برضه هي اللي هتخدمني كفكره فلوس يعني، بس فكره لا ان انا دايما كل ما اجي اعمل ايفنت وابقى عايز اتارجت اودينس معينين اقدر بيزد على الداتا دي ان انا اروح ناحيه التارجت اودينس الحقيقيين المظبوطين، ما اجيبش اي حد ممكن قشطه ممكن عارف عايز اعرف الموضوع ده خلاص ما استفدتش منه بحاجه في الاخر، ما ادانيش ممكن اصلا يقيمني تقييمي يقلل من السكسس ميتر بتاع الايفنت في الاخر. فبالتالي انا هنا محتاج اركز قوي وانا بعمل اي ايفنت على الداتا كولكشن. تاني حاجه الاتنديز انجيجمنت، وش حاجه قويه جدا ومهمه جدا في فكره الاكسبيرينس اللي انا ببنيها للاتنديز. انا عايز دايما واحنا بنعمل اي ايفنت نفكر فيه على فكره ان الناس داخله تعمل تجربه وخارجه، فهي لو استفادت كويس قوي انا كده بالنسبه لي الموضوع نجح، وهيدي عندي هيسمع عندي بشكل قوي قوي بعد كده، مش مجرد ان هم جم سمعوا كلمتين وخدوا بعضهم ومشوا، او شافوا منتج او شافوا حاجه او وصلوا على حاجه وخلاص. لا انا كل ما اعملهم انجيجمنت اكتر، وتشيز لو احنا هنا مش مستوعبين فكره انجيجمنت دي اكتر يعني ايه، يعني ايه ان انا بحاول ادخلهم جوه الموضوع، بحاول اخليهم يشاركوا في الحاجه بتاعتي، بحاول مثلا ان انا لما اتكلم مع حد فانا كده بانجيج معاه، لما اقول له تعالى جرب الحاجه دي فانا كده بانجيج معاه، مش مجرد ان هو مثلا معدي فبص عليها شافها وخلاص كده ما حصلش، او قليل قوي الانجيجمنت ده انجيجمنت بس قليل جدا. فكل ما اخليهم انجيجد اكتر كل ما هيبقوا مبسوطين اكتر، كل الموضوع هيعود النفع عليا اكتر. في نفس الوقت انا لازم اتجنب فكره ان انا اكزوست الاتنديز بتوعي، انا مش عشان هانجيجهم بقى وهظبط لهم الدنيا هنلاقي من الصبح بالليل ده بيحضر كذا وخلص دي هتحضر السيشن الثانيه راح كده على طول وخلص دي راح كده، مش لاقي وقت بريك اصلا عشان يرتاح، مش لاقي وقت ان انا اجي اشوف حاجه لطيفه او فاني، ده بالنسبه له او بالنسبه لي انا هيبقى ليها وقت مش لطيف، عشان الشخص ده اصلا ممكن في الاخر يتعب ويمشي، ممكن يتضايق ان هو مش عارف يحضر اكتر من سيشن عشان في نفس الوقت عشان الموضوع متعب عليه او تعب عليه فما عرفش يحضر الحاجه دي فتضايق، وتشيز انا قدمت له حاجات كتير ده انا عامل له كل حاجه اصلا يعني، بس ده طلع رجع بالعكس عليا. فلازم برضو اركز في نقطه ان انا ازاي اخلي الناس انجيج، بس انجيج بشكل معقول، انجيج بشكل ما يخليهمش اكزوست. اوكي نيجي بعد كده على حاجه اسمها السوفت بيرسوناليزيشن، وهنعرف ليه احنا قلنا كلمه سوفت. طيب ايه اصلا فكره البيرسوناليزيشن؟ ان انا اظبط الايفنت ده على الناس اللي جاي، اقيفه كده زي ما بنقول بمصري يعني، ان انا اخليه عليهم كده على قدهم على دماغهم، مش مجرد انا بعمل ايفنت على دماغي انا او بشكل انا واللي جاي ايه ده لا مش عاجبني. هو مثلا انا بعمل ايفنتس لاطفال مثلا، فلازم كل حاجه ليها علاقه بالايفنت تبقى ريليتد لفكره الاطفال، تبقى في صور كتير واشكال كتير كرتونيه مثلا، يبقى في ناس لذيذه بتلعب مع الاطفال ومبسوطين معاهم وبيفرحوا معاهم. انا ببرسونلايز الايفنت عشان انا عارف التارجت اودينس اللي جايين شكلهم عامل ازاي، فبعمل لهم الحاجه الخاصه بيهم او اللي هم هيقدروا يعيشوا بيها الاكسبيرينس بشكل كويس. فما احاولش افكر انا حابب ايه او انا شايف الايفنت ممكن يبقى ناجح بشكل عامل ازاي، لا انا عايز احط نفسي مكان الاتنديز وابدا اعمل له حاجه بناء عليه اللي هو اللي انا شايفه ان هي في مناسبه لي او هو هينبسط فيها. دي فكره السوفت بيرسوناليزيشن. لان في حاجه بعد كده اسمها الديب بيرسوناليزيشن او الهارد بيرسوناليزيشن. يعني هنا ايه الفكره بقى وايه الفرق؟ الفرق هنا ان انا ده انا مش هنا اللي هقعد افكر مكان الاتنديز واقول له انت ممكن يكون حابب ايه او افضل شكل الايفنت هيبقى عنده عامل ازاي او كده، لا انا هخليه هو يبرسونلايز معايا. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعمل اصلا بعد ما اوريدي بعت للاتنديز الانفيتيشن او اعلنت لهم يعني الايفنت عشان هم يحضروا كده، انا ممكن ابعت لهم زي سيرفي على ان يختاروا مثلا شكل الايفنت عامل ازاي، يختاروا نوع الاكل نفسه عامل ازاي. وبمناسبه موضوع الاكل يعني لازم يفرق معانا قوي النقطه دي، النقطه دي مهمه جدا. 50% من الهابنس لاي اتنديز في الايفنت هو الاكل، لو كان كويس كل اكل كويس طالع مبسوط منه على فكره حاجه كتير قوي هتتحل بعد كده. يعني اهتموا بالاكل بشكل قوي جدا، اهتموا ان الاكل يبقى كويس مناسب ليهم، مش فكره بس ان هو حلو وخلاص، لا هي فكره ان هو مناسب فعلا. لو حد مثلا اصلا انا بتارجت ناس او نوع الايفنت عندي اغلب الناس اللي فيه هيلثي
او بيحبوا الدنيا هتبقى هيلثي. لو انا جبت لهم اكل واو بس مش هيلثي، ممكن الدنيا تضرب معاهم حرفيا، وده حصل قدامي في اكتر من موقف، ان ازاي الاكل بيغير في الاكسبيرينس او بيقلب في الاكسبيرينس بتاع الاتنديز. فزي ما قلت لكم فكره الديب بيرسوناليزيشن، لو انا قدرت ان انا اخلي الناس اصلا اللي جايه هي اللي تختار شكل الايفنت عامل ازاي، كده عملت ايفنت تحفه، لان اوريدي خلاص عملت لهم اللي هم اوريدي عايزينه، اللي هم اوريدي محتاجينه، اللي هم شايفين ان هم هيبقوا مبسوطين وهم جوه الايفنت ده. فهمنا القصه بتاعت البيرسوناليزيشن والفرق ما بين السوفت والديب. نيجي برضو حاجه كويسه جدا او مهمه جدا، فكره الافشنسي. كل ما ابقى افشنت وانا براني الايفنت ده، كل ما ده هيعود عليا بالنفع في الاول او في الاخر بشكل قوي جدا، ان انا اصلا هوفر في البادجت. احنا هنا لو نقصد يعني ايه او نشرح اصلا فكره الافشنت، ان انا اقدر استخدم مثلا كل الريسورسز اللي عندي في ان انا اوصل او احقق الجولز اللي انا محتاج احققها في الايفنت. مش لازم مثلا عشان اقول ان انا ايه هعمل فان اكتيفيتي مثلا للناس فانا هجيب 10 اكتيفيتيز مختلفه، لا انا ممكن بخمسه بس بتنظيم معين قدرت ان انا اوصل بخمسه، اقول ان الناس تبقى يعني عملتهم البريك المناسب او الوقت الفن المناسب بالنسبه لهم. فانا بقيت افيشنت في حته ان انا وفرت في عدد الجيمز قدام، سوري قدام، ان انا تعبت شويه في ان انا نظمت الخمسه دول بشكل اقوى شويه على ان انا كنت حطيت 10 وسبت لهم كده مثلا وخلاص. وهكذا ازاي ان انا ابقى افيشنت في ان انا ايوز الريسورسز بتاعتي، ده هتبقى حاجه مفيده جدا وانا براني الايفنت. برضو من الحاجات القويه والكويسه قوي فكره الديفرنت فيوز، ان انا وانا بعمل الايفنت بتاعي وعايز اوصل للناس فكره معينه او معلومه معينه، هدي مصداقيه او هدي الموضوع طابع افضل بكتير لو انا اوريدي اديت لهم فكره ان انا شرحت لهم الديفرنت فيوز للتوبيك اللي انا بتكلم فيه ده مثلا. يعني انا ايفنت من ضمن الايفنتس اللي انا كنت حضرتها ليها علاقه بال الفريلانسنج، كان بيتكلم على الفريلانسنج وليه هو مهم دلوقتي واصبح حاجه قويه جدا ومطلوب ان احنا نروح لها وي. كان في سبيكر من ضمن السبيكرز طالع بيتكلم ليه الفريلانسنج ده حاجه وحشه او هو مش حاجه لطيفه. طبعا هو مش بيحاول يشوه سمعه الفريلانسنج، هو بيحاول بس يقول الجانب المظلم من الفريلانسنج، وش دي حاجه كانت قويه جدا لان قدرت توري لبعض الناس ان في شويه مشاكل فيه، فبالتالي المشاكل دي هتبقى بالنسبه لي مهمه، انا كده مش هقدر ابقى فريلانسر. فامتى الحته دي وضحت؟ لما انا عرضت اكتر من فيو، مش مجرد ان انا عايز اقنع الناس مثلا ان هم يشتغلوا في الديجيتال ماركتنج فبالتالي بجيب كل حاجه حلوه وجميله واعمل لهم البحر طحينه في الديجيتال ماركتنج. اوكي، برضو من الحاجات اللطيفه يعني فكره الاوت اوف نورمال، لو انا دايما احاول ابقى كرييتيف في الايفنت بتاعي واحاول اعمل الموضوع بشكل مختلف عن ما اتعمل قبل كده. كل مره مثلا مؤتمر بتتعمل في شكل، طبعا على حسب مدى اهميه المؤتمر او شكله يعني، بس انا بعمل مثلا شكل لطيف او هيحضروا مثلا 200 300 واحد بس، طبعا ان انا هعمل في ايه، في كونفنشن او في مكان مقفول في هوتيل مثلا بورو مثلا او كده. فلو انا بقيت كريتيف شويه، انا عارف التارجت اودينس دول شباب مثلا معظمهم، فالموضوع ممكن يبقى بالنسبه لهم لطيف لو انا عملت اوت دور في مكان كده شكله حلو وعملت لهم ديكور مختلف وهكذا. فكره ان انا دايما احاول اغير من شكل الايفنت بتفرق بشكل كويس جدا مع الناس اللي انا بحاول اوصل لهم الايفنت ده او اعمل لهم الايفنت ده. لا اوكي، ده دي يعني منا بتسال ايه علاقه كلمه الكي بي اي الموجوده في فكره الديفرنت فيوز. لا اوكي، دي بس حاجه كده ليها علاقه بالشركه اللي كانت بتتكلم في الموضوع ده، اللي ليه علاقه باللي انا ذكرته، فكره ان الشخص اللي كان في الفريلانسنج يعني، فهي مش ريليتد بالكونسبت بتاع الديفرنت فيوز يعني. اوكي تمام، حلو قوي. في اي حاجه مش مفهومه بالنسبه للناس في الجزئيه ديت؟ حد محتاج يسال على اي حاجه؟ تمام حضرتك، كله تمام؟ تمام، حلو قوي. طيب خليني اقول لكم ان في 2014 كان في ريبورت اتعمل على موست ستريسفول جوبز، وكان الايفنت بلانر كان رقم 5 بعد الناس اللي انتم شايفينهم دول، فاير فايتر، ايرلاين بايلوت، ميلتري جنرال والميلتري بيرسونال. الشغلانه دي ستريسفول جدا جدا جدا، ولو انا سهل ادخل في ستريس او مش قادر اتعامل مع الموضوع بشكل هادي، الدنيا هتبوظ مني وهتخرب مني. فلازم نركز قوي في النقطه ديت وناخد بالنا منها، احنا هنعمل يعني قدرتنا على كايفنت مانجرز او ايفنت بلانرز على تحقيق الايفنت ده عامله ازاي عشان نقدر نمشي في الموضوع بشكل صحيح يعني. اوكي، احنا دلوقتي خلصنا الجزء الثاني من السيشن، اتكلمنا على الفيزز بتاعه الايفنت مانجمنت، شرحنا كل واحد فيهم
بشكل يعني الى حد ما المفروض ان هو مفهوم الريسيرش ديزاين، وبعد كده ندخل على البلاننج، وازاي ان احنا بعد البلاننج ندخل على الامبلمنتيشن، وفي الاخر في حاجه مهمه لازم ناخد بالنا منها اللي هي الايفالويتنج. واتكلمنا على ازاي شويه تابس ليها علاقه بالايفنت مانجمنت محتاجين ان احنا نستفيد منها زي البرسوناليزيشن والانجيجمنت. وبعد كده هنتكلم على الايفنت بعد البريك ان شاء الله، هنتكلم على الايفنت مانجر وايه الفرق ما بينه وما بين الايفنت بلانر والايفنت اوبريشن، وايه الكاركترستكس بتاعت الشخصيه ديت عشان يقدر يقوم بشغل قوي ومهم عشان يقدر ينجح الايفنت.